السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أرسل لي أحد الإخوة مقطع للشيخ عبد الرحمن الدمشقية يطعن في الإمام النسائي، حيث يقول أن النسائي عنده مشكلة في التشيع، مات ميتة يستحقها لأنه طعن في معاوية. نسمع المقطع ثم نعود. ميتتان يستحقها لأنه طعن في معاوية، مع احترامنا وإجلالنا للنسائي، فإنه مات ميتة يستحقها. من الوطن في معاوية؟ هل هذا موقف أحمد بن حنبل؟ هل هو موقف الشافعي؟ هل هو موقف أهل السنة؟ لا، نعم، ما ضرب في حاضنيه أو في معدته في بطنه، أو ربما يعني كما لعل البعض يقولون في خصيتيه، نعم ضرب على خصيتيه، والله أعلم. أما الميتة فهو يستحقها. وأما قوله لم أجد لمعاوية حديثا إلا حديث لا أشبع الله بطنه، فقد معاصرين للنسائي أنه كان يأكل ولا يشبع، وأنه مات من كثرة أيضا، لكن ما أدري كان هذه يعني من كثرة الأكل، لكنه كان يأكل وكان صاحب معدة كبيرة، كان يكثر من الأكل، فكان ينكر على معاوية أنه لا يشبع، أن بطنه لا يشبع، وقد ثبت أن بطن النسائي هو الذي لا يشبع، فمن تكلم على صحابة رسول الله تكلم عنه وإن كان البخاري. أقول حاشا وكلا أن يكون الإمام النسائي طعن في معاوية، وهذا الكلام فيه مغالطات كبيرة جدا لا يخرج عمن يشم رائحة العلم، ناهيك عمن يزعم أنه داعية يرد على أهل البدع والضلال، وهذا والله جناية على العلم والعلماء، وباب شر فتحوها على الإسلام والمسلمين، ولن يتوقفوا لا في النسائي ولا في البخاري ولا في غيرهما. وقد سمعناهم يخطئون الأئمة لأنهم قالوا عن النووي إمام. هؤلاء جرثومة في هذه الأمة، ماضيهم أسود ومستقبلهم الإضمحلال. الروافض كفروا الصحابة لكي يطعنوا في الدين، وهؤلاء يطعنون في العلماء لكي يفسدوا في هذا الدين. أقول أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المحدث والقاضي وأحد أئمة الحديث النبوي، صاحب السنن الصغرى والكبرى المعروف بسنن النسائي، دخل دمشق فوجد المنحرف بها عن علي بن أبي طالب كثير، فألف كتاب الخصائص في خصائص علي، فأوذي بسبب ذلك وتوفي. الذين قتلوا منهم هم خوارج الغوغائيين، هم الذين كانوا على شاكلتهم قد قتلوا عثمان رضي الله عنه. من العلماء قال أنه كان يطعن في معاوية ويستحق القتلة؟ بل ولا يزالون يمدحون النسائي ويثنون عليه، وبعضهم يعتبره الشهيد، النسائي الذي ألف في الضعفاء والمتروكين وفضائل الصحابة وله كتاب في التفسير يطعن في معاوية. خبت والله وخسرت إن لم تتب من ذلك، وإياك أن تأخذك العزة بالإثم فتخرج وتبرر كما هو حال بعض ممن ينتمون إلى العلم، يأتي بالطامة ثم لا يعتذر كأنه معصوم من الغرور والعظمة والكبرياء اللي عنده. خيرهم يخرج فيعتذر ثم يناقض اعتذاره، ما كنت أقصد كذا، حرفوا كلامي، بتروا كلامي، هؤلاء متقصدون، إيش هذه العظمة اللي عندكم، كأنكم معصومين. داء الغرور هذا. النسائي إمام، وكتاب السنن للنسائي يأتي بعد البخاري ومسلم عند بعض أهل العلم. يقول ابن عدي: سمعت منصور الفقيه وأحمد بن محمد بن سلام الطحاوي يقولان أبو عبد الرحمن إمام أئمة المسلمين. وقال محمد بن سعد البارودي: ذكرت النسائي لقاسم بن زكريا البغدادي فقال هو إمام أو يستحق أن يكون إماما. وقال أبو علي النسابوري: النسائي إمام في الحديث بلا مدافع. ولك أن تعلم أن النسائي رحمه الله كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصيرة ونقد الرجال وحسن التأليف. اسمع يا عبد الرحمن، يقول محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر
يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج، اعتبروه شهيد. ومن قتله خوارج، والشيخ عبد الرحمن يأتي بهذه المغالطة ويمدح قاتل الإمام النسائي. حاشا وكلا أن يكون الإمام النسائي يبغض معاوية بن أبي سفيان. ما حجتكم؟ ألف كتابا في فضائل علي دون معاوية، وعندما سئل في دمشق قال ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل، ويرون أن هذا يعد طعنا منه في معاوية رضي الله عنه. هذا يعني إيش؟ يعني الطعن في عدالة أئمة الحديث بشكل عام والإمام النسائي بشكل خاص. النسائي نص على فضل معاوية رضي الله عنه وصحبته، وروى عنه أحاديث عديدة في سننه، ولم يثبت عنه ما يدل على بغضه له، وما قاله في دمشق ليس ذمًا فيه، إنما هو كف عن التحدث عنه. وأما تأليفه كتابًا في فضائل علي رضي الله عنه فكان رجاء منه أن يهدي الله به كثرة من رآهم ينحرفون عن علي في دمشق. هل كان النسائي يبغض معاوية؟ لم يثبت أبدا ما يدل على بغضهم لمعاوية رضي الله عنه، ولم يقل أحد من الأئمة أن النسائي طعن في معاوية. كيف أتيت بهذا الكلام؟ من أين أتيت؟ من كيسك؟ سبب هذا الاتهام عندما سئل في دمشق عن معاوية بن أبي سفيان قال ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل، وهذه القصة لا تدل على سوء اعتقاد النسائي في معاوية حاشا وكلا، وإنما تدل على الكف عن ذكره. بكل حال، ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ترجمة النسائي قال أنه سئل أي النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. فهل من يبغض معاوية يقول مثل هذا الكلام؟ وكيف يبغضه وقد روى عنه كثير في سننه، منها ما رواه عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمدا رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى عن معاوية بن أبي سفيان أي النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفع فيه فتؤجر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. وروى عن سعيد المقبري قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعد المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر، فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزويد فيه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواها عنه النسائي. أليس روايته عنه دليلا على محبته له واعترافه بصحبته وفضله العظيم؟ فكيف يبغضه؟ فضائل معاوية رضي الله عنه كثيرة ومعروفة، وكانت على مرمى ومسمع من الصحابة، ولم ينكرها أحد منهم، وقد ذكر العلماء له فضائل كثيرة، والنسائي من أعلم الناس بها، منها أنه اشترك في غزوة حنين، وقد قال الله سبحانه وتعالى فيها ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. من هنا يتبين لنا أن عبد الرحمن قد حمل على النسائي واتهمه أنه يبغض معاوية، ولا حجة له في ذلك، لأن النسائي صنف بعد ذلك في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها على الناس، وهذا مما يؤكد براءته رحمه الله مما اتهم به، إذ إنه كف عن الحديث
عن سيدنا معاوية رضي الله عنه امتثالا لقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قتله الغوغائيون يا عبد الرحمن. متى كان قتل الغوغائيين للأئمة مذمة في حقهم ومنقبة للقاتل؟ يقول الإمام الدارقطني عنه: خرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة، فقال: احملوني إلى مكة، فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة، وهو أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. وعليه يتبين أنه لا دليل على بغض النساء لمعاوية رضي الله عنه، بل الدليل الثابت هو العكس، فقد مدحه وأثنى عليه بالإضافة إلى روايته عنه في سننه. ولعلك تعلم يا عبد الرحمن أن بغض الصحابة من كبائر الذنوب التي يفسق فاعلها، فلا يجوز الطعن فيهم لما ثبت من تعديل الله تعالى وتعديل رسوله لهم. النسائي صاحب السنن العالم، كتابه قدمه بعض العلماء على ابن ماجه والترمذي، وأفضل شرح لهذا الكتاب هو شرح شيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي الذي درسنا عليه في الجامعة في مكة. يقول الإمام الذهبي: ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر، والله يسامحه. هذا في السير أعلام النبلاء. سوف نبين إيش يقصد الذهبي بتشيع النسائي. أولا، أن مصطلح التشيع يختلف سابقا ولاحقا، هذا أمر. والأمر الآخر أن النسائي كان على مسلك أهل السنة والسلف في المعتقد كعامة المحدثين، بل يشنع على المبتدع والمخالفين للسنة خاصة في مسائل الصفات والقول بخلق القرآن، هذا عن طلبه وعلمه ومكانته. يقول الحافظ ابن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي. فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قال الذهبي: صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم. وقال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال: وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. وقال أيضا: كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائي. وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى. ثم أقول: اسمع يا عبد الرحمن، بالنسبة للرد على تشيع النسائي، لأنني عارف أنك سوف تستشهد بأقوال من قال ذلك عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: لكن تشيعه، يقصد به الحاكم، وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر وعمر، فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما. ويقول الذهبي: إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر، والله يسامحه. هذا يقول في النسائي. وقول ابن كثير أيضا، وقد قيل عنه إنه كان ينسب إليه شيء من التشيع. أقول قبل كل شيء، لابد أن نعرف أن المنهج الصحيح لمعرفة شخصية من الشخصيات هو تتبع جميع أحواله وأموره وتسليط عدسة البحث على حياته كلها دون احتراز، كما كان يفعل أئمة السلف من المحدثين. فالأولى بالباحث أن يستقصي كل ما يستطيع العثور عليه مما يتعلق بتلك الشخصية من كتب ونصوص وعلاقات ومنجزات. ولو أمعنا النظر في حال الإمام النسائي بمثل هذه العدسة البحثية الدقيقة العادلة، وجدنا أن النسائي من أئمة أهل السنة وعلى منهجهم في تعلمه وتعليمه، فهو بعيد كل البعد عن التشيع. بل النسائي يأخذ العلم عن علماء أهل السنة في صغره، ويأخذه عنه صغار أهل السنة في كبره، ولا يعرف عن أحد من شيوخه أو أقرانه أو تلامذته من وصمه بالتشيع أو نسب إليه شيئا من ذلك، ولم تعرف عنه أي صفة ظاهرة تدل على أنه كان يميل إلى التشيع.
حاشا وكلا. سبحان الله، كيف يسوغ لك يا عبد الرحمن أن تنسبه إلى التشيع؟ والعلماء على مر العصور عدوه من أئمة أهل السنة والحديث كما فعل كثير من أصحاب التراجم. وكيف يصح لك أن تجرح الإمام النسائي وتتهمه بالتشيع، والنسائي نفسه يجرح بعض الرواة لتشيعهم ولا يقبل روايتهم؟ ممكن أن يكون هذا من أحد الشيعة؟ الأجلح بن عبد الله وأصبغ بن نباتة الحنظلي كلاهما مجروح عند النسائي لتشيعهما. هذا جانب. ثم نأتي نناقش النصوص التي نسبته إلى التشيع. في الحقيقة لو دققنا النظر في تلك النصوص التي اجتزئت من سياقاتها وأوردناها في أول حديثنا ونظرنا في سابقها ولاحقها لعرفنا حقيقة الأمر، وهذا ما ذكره كثير من العلماء كأبي جعفر الطحاوي والذهبي وابن كثير الذي مر كلامهم. ويظهر الأمر جليا إذا تأملنا في نصوصهم كالرواية التي أوردها الذهبي رحمه الله. وعليه فالصحيح أن عدم إفراد الإمام النسائي رحمه الله فضائل معاوية لم يكن إعراضا عن معاوية، ولا تخصيصه كتابا في فضائل علي تشيعا كما يقال، وإنما كان لكل من ذلك أهدافه وأسبابه ودواعيه. وحتى لو سلمنا على سبيل التنزل بأن ما حصل من الإمام إعراض عن ذكر محاسن معاوية فإنه لا يؤثر، فهذا غاية ما تستطيع أن تثبته على النسائي. أما أنه كان يفضل عليا على عثمان أو على الشيخين فضلا عن أن يطعن فيهم، فهذا لا جمل لك فيه ولا ناقة. وقد قطع الإمام النسائي هذا الطريق عليك وعلى أمثالك من المشككين، ذلك أنه لما جاء إلى كتاب فضائل الصحابة افتتحه بذكر فضائل أبي بكر، ثم عقبه بذكر عمر ثم عثمان، ثم ذكر عليا رضوان الله عليهم أجمعين. وكذلك الحال في السنن الكبرى. وأما من نسب الإمام إلى التشيع من العلماء فلا يقصدون به ما تقصد أنت يا عبد الرحمن، ذلك أن إطلاق مصطلح التشيع لدى المتقدمين ليس بمعناه المعروف عندك. والإمام الذهبي ممن فصل هذه المسألة وبين الفرق بين مقصود التشيع لدى المتقدمين والمتأخرين. أنقل لكم كلام جميل جدا للإمام الذهبي، قاعدة مهمة لطلبة العلم. يقول الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال لقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. وأيضا ممن تنبه لهذه القضية الحافظ بن حجر، حيث قال: فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حربه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. انتهى كلام ابن حجر. وهذا ما قصده من نسب التشيع إلى النسائي من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على قصورهم في العلم وسوء فهمهم. نسأل الله الثبات حتى الممات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.